تعرف على طريقة وكيفية حل مشكل كيبكات؟ لا توجد شبكة. نقوم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيقات، وبعدها سوف نقوم بنزول إلى أسفل البحث هنا عن كيبكات خاص بكم، عفوا كيبكات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على متحف تخزين مؤقت، بعدها سوف نقوم بإيقاف إعادة تشغيل واي فاي خاص بكم، من ثم سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل. هنا سوف نقوم بالبحث عن تطبيقكم كيبكات، سوف يظهر على هذا الشكل، وعندما تجدون هنا تحديث قم بضغط عليه وسيتم تحديث تطبيقكم كيبكات. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة.